إن رئيس الجمهورية يدرس الآن ملفات كثيرة، يدرس ملفات كل وزير الاستقرار على الوزارات التي سينالها التغيير. عن أرائكم مشاهدين الكرام في هذا التعديل الوزاري وكذلك حركة المحافظين المنتظرة، يسعدني مشاهدين الكرام أن نتلقى الاتصالات ونستقبل أرائكم فيما يخص هذه التعديلات. أيضا مشاهدين الكرام، قبل أن نتلقى هذه الاتصالات نذهب إلى الشارع ونرى أراء المواطنين فيما يخص هذه التعديلات، ثم نعود ونتلقى الاتصالات، ابقوا معنا. ازداد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن تعديل وزاري جديد. حول هذا الموضوع، التعديل الوزاري ومقترحات المواطنين حول التعديلات لدى بعض المواطنين وما أرائهم في التعديلات ورأيهم في الوزارات الموجودة حاليا والتعديلات، كل هذا سنستطلع آراء المواطنين في هذه الفقرة الآن. يعني أسألك، خلال الفترة الأخيرة ازداد الحديث عن موضوع تعديلات وزارية، رأيك إيه في موضوع التعديلات الوزارية؟ والله انا اقترح ان وزير البترول طبعا، لان البترول هو اكتر حاجه مصعبه مصر كلها، كمواصلات، كشغل، كالعماله، كذلك قلنا البترول، الكهرباء، في امتحانات جايه، في شباب بتذاكر، في لجان، في بعد كده الداخليه. طبعا الداخليه دي خربانه خالص، مفيش حاجه فيها صح. يعني انت رايك ان لو في تعديل وزاري انت بتطالب كمواطن الان بوزاره البترول تعديل فيها ووزاره الداخليه، ايه الوزارات الثانيه اللي انت شايف ممكن فيها تعديل؟ والله هيئه النقل والمواصلات دي وزاره، بره وزاره مهمه، مش وزاره صغيره، وزاره مهمه جدا. شكرا جزيلا. يعني اسالك الاول قبل ما نتكلم عن مقترحاتكم للتعديل الوزاري، رايك ايه في اداء الوزارات خلال الفتره الاخيره؟ الفتره الاخيره والله يعني الحكومه في الفتره اللي فاتت دي الصراحه يعني ما عادش سيوله كافيه انها تعمل استثمارات في البلد، فبذلك يعني عكس الشارع المصري بتظاهرات كل يوم عن يوم، زياده 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 زياده، فادى الى ذلك الى انحدار في الموازنه العامه للدوله، فالشعب مش سايب الرئيس في حاله. لو هناك تعديل وزاري بالفعل، انت كشاب كده شايف ايه المفروض الوزارات اللي يحصل فيها تعديل خلال الفتره الاخيره؟ يعني هي الداخليه والعدل وال والاستثمار والماليه. تمام، شكرا جزيلا. يعني اسالك رايك ايه في اداء الحكومه خلال الفتره الاخيره؟ والله هو بالنسبه لاداء الحكومه اداء ضعيف جدا، ما كانش على المستوى بعد الثوره، واحنا كنا بنامل مش في تعديل وزاره، احنا كنا بنامل انه يشيل الوزاره كلها، لان في تشككات بالنسبه لجبهه الانقاذ، لان الحكومه اللي موجوده ديت حكومه جايه لمصلحه الاخوان المسلمين. من وجهه نظرك ايه القصور اللي انت شايفه في الحكومه او الوزارات الموجوده؟ انهي وزارات؟ احنا مش شايفين انجاز على الارض بالنسبه لرئيس الحكومه ده. كمان محمد ابراهيم اللي هو وزير الداخليه محسسنا ان احنا موجودين في عصر حبيب العدل. النهارده بنشوف الاعتقالات وبنشوف زوار الفجر وبنشوف سحل المتظاهرين، فما فيش جديد. النهارده الوزاره اللي موجوده دي ما قدمتش اي جديد، فلا حق اجابه الانقاذ او المعارضه او الناس اللي موجوده في الشارع. احنا النهارده ناس موظفين اهو، مش حاسين باي تغيير، بالعكس مزنقين علينا في كل حاجه وضرايب على الدخل. هناك فعلا مقترحات لتغيير وزارات خلال الفتره الاخيره او خلال الفتره الجايه محافظين، شايف ايه الوزارات اللي محتاجه تعديل او تغيير خلال الفتره دي؟ رقم واحد وزاره الداخليه، رقم اثنين وزاره الماليه. زائد احنا بالنسبه لرئيس الوزراء اللي موجود دلوقتي ده راجل وزير، احنا عايزين خبير اقتصادي يقدم حلول بجد يخرج مصر من الازمه الاقتصاديه يعني الموجوده. يعني انت كمان بتنادي لو في تعديل وزاري ما يبقاش في وزارات بس، يبقى كمان رئيس الحكومه كمان يتغير. عايز رئيس الحكومه، انا عايز النهارده خبير اقتصادي يجي يطلع مصر من الازمه الاقتصاديه بتاعتها. الراجل ما قدمش اي حلول، الراجل كل امكانياته بيعملها في حاجه واحده بس، انه بيقعد مع صندوق النقد. القرض هيجي الاسبوع ده، لا الاسبوع الجاي. النهارده التصريحات بتاعه صندوق النقد بتقول هندي كارد بس مش هندي ميعاد محدد، فاحنا عايشين على امل القروض. لا، عايزين وزير يقدم لنا رؤيه للحل المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده دي. يعني مازال حديثنا مستمر حول التعديل الوزاري المرتقب وايضا اداء الحكومه خلال الفتره الاخيره. يعني اسال حضرتك كده يا فندم، يعني هناك بعض الوسائل الاعلام بتنقل الان عن تعديل وزاري مرتقب، البعض منتظر بعض التغييرات في بعض الوزارات، شايف ايه الوزارات اللي كان فيها قصور ومحتاجين فعلا نعدلها خلال الفتره دي؟ هو بصراحه ما فيش غير وزير التموين بس، هو اللي ماشي كويس وبياخد خطوات كويس، انما الوزاره كلها ما فيش اي جديد خالص من بعد الثوره. ايه الجديد اللي حصل في البلد؟ ما فيش اي جديد خالص بالنسبه للبلد، وما فيش اي تقدم خالص. قروض ايه؟
عشان الصندوق النقدي يسحب كارد لازم يزود يرفع ضرائب يرفع اسعار على الناس وكل عمال يحمل على مين على محدود الدخل مش محدود الدخل معدوم الدخل هو الناس اللي بتضر احنا اللي زي حالاتنا احنا تعال شوف دلوقتي فين الاعمال الحره كل واقف دلوقتي ما فيش اعمال حره شغال البلد كلها واقفه طيب لو احنا ليه دلوقتي حاطين امالنا كله على صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ده هو اللي يغني البلد هو اللي يقوم بالبلد البلد اللي ما كانتش تنهض بشعبها وناسها مش هتنهض ابدا طيب. كلمني بقى عن اداء الحكومه خلال الشهور الماضيه شايف ايه القصور اللي كانت موجوده وايه المطالب لو في وزير جديد سواء وزير داخليه وزير عدل لو في اي تغييرات في الوزارات بتطلب ايه من الوزراء الجداد الوزراء الجداد كل واحد يشوف عامل بما يرضي الله ويراعي الشعب ده الشعب المعدوم ده خالص شعب تعبان الشعب مش لاقي يعني تعال شوف دلوقتي اي تعال شوف دلوقتي قبل الثوره كان كم مصنع مقفول دلوقتي كان 1500 مصنع دلوقتي 4000 مصنع مقفول يعني كم المصنع فيه كم واحد شغال كم اسره قفل بيوتها الناس تاكل منين وتشرب منين ما شكرا يعني اسالك يا فندم لو هناك تعديل وزاري مرتقب فعلا ايه الوزارات اللي انت شايف ان محتاجين تعديل وتطلب ايه من الوزراء الجداد مفيش حد يصلح في البلد خالص مفيش حد يصلح لا معارضه ولا قانون ولا الكلام من ده كل ده ابطال شاشه كل البسل ده ابطال شاشه مفيش حد نضيف النضيف اللي انت تغير من نفسك ونبقى كويسين كلنا نحب بعض ونرجع بالحب تاني ونرجع بالامن انا واحد من الناس ضايع في البلد دي راجل معاه لسان صحوه راجل محامي بيته واقع نايم في الشارع بقالي سنتين وزير يقول لك محافظ مفيش رئيس اسكان رئيس حي عشان واحده ست تطلع له يديها شقه لكن انا بقالي سنتين مالي في الشارع طيب على ذكر المحافظين هناك ايضا انباء عن حركه محافظين جدد يعني تطلب ايه من المحافظ الجديد سواء كان في المحافظات المختلفه سواء القاهره او غير القاهره يعني حسب الحركه الجديده ايه اللي تطلبه من المحافظين الجدد يراعي ربنا في نفسه بس في شخصه يراعي ربنا يحط ربنا ما بين عينيه هيحطنا كلنا ما بين عينيه لكن هو جاي هيجي لمصلحته وهنفضل كده مدى الحياه والله هنفضل كده مدى الحياه اسم وظيفه لكن كل اللي موجود ده ابطال شاشه شكرا جزيلا شكرا وصلت الرساله بالتاكيد يعني اكيد سمعت عن انباء حركه محافظين حركه وزراء جداد لو هناك حركه فعلا مقترحاتك ايه للتعديلات دي وتطلب ايه من الوزراء الجداد والمحافظين الجدد بسم الله الرحمن الرحيم انا اطلب من المحافظين ان هم ينزلوا الشوارع ينزلوا يشوفوا الباقي الجايلين ينزلوا يشوفوا شارع الموسك اللي واقف ما فيش عربيات بتعدي منه ينزلوا يشوفوا العتبه بطلب من المحافظين ان هم ينزلوا يشتغلوا ما يقعدوش على مكاتب ما تبقاش شغلتهم ان هو قاعد على مكتب بس وما يشتغلش وما يقابلش الناس ما يقابلش حد وتكون المقابله معاه بالواسطه لحد دلوقتي طيب اكيد انت كنت متابع اداء الوزراء خلال الشهور الماضيه هناك انباء عن تعديل مقترح للوزراء شايف الاداء كلمني الاول عن اداء الوزراء المختلفين في وزاراتهم وشايف ايه المفروض يتعدل خلال الفتره الاخيره من وزراء والله انا شايف ان اللي كانت الوزاره الوزير الوحيد اللي شغال في الوزاره كان دكتور باسم عوده يا ريت احنا عاوزين الوزراء كلهم دكتور باسم عوده كلهم يشتغلوا زيه كلهم ينزلوا في الشارع كلهم يمروا على المخابز وحضرتك شفت الخبز دلوقتي عامل ازاي الانابيب الغاز مفيش فيه مشكله مشاهدينا الكرام تابعنا معكم آراء المواطنين فيما يخص التعديل الوزاري المنتظر وأيضا حركة المحافظين ما هي آراءكم أنتم نستقبل اتصالات ما رأيك فيما أعلنه دكتور محمد مرسي من توقع لتعديل وزاري خلال الأيام القادمة وربما أيضا حركة للمحافظين معي أول اتصال معي أستاذ أحمد متولي من الإسماعيلية مرحبا بك أستاذ أحمد تفضل أستاذ أحمد يبدو أننا فقدنا أستاذ أحمد نعم تفضل بالنسبة للتعديل الوزارة المفروض الوزارة كلها بالحكومة كلها تتشال نعم بقول لك الحكومة كلها تتشال برئيس الوزراء لماذا يا أستاذ أحمد برئيس الوزراء كله نعم لماذا يا أستاذ أحمد يعني هناك يعني ربما أراك أخرى تطالب بأن يكون هناك انتظار والله هو دلوقتي حاليا أن هم ما عملوش حاجة ومسكين بقالهم سنة ما عملوش حاجة خالص نعم شكرا نعم شكرا جزيلا كان معي أستاذ أحمد متولي من الإسماعيلية معي اتصال آخر معي استاذ ابراهيم من حلوان تفضل يا استاذ ابراهيم السلام عليكم عليكم السلام حضرتك دلوقتي انا عايز اتكلم عن الوزاره ما فيهاش حاجه وكل ما هنالك ان في بعض الوزارات اللي زي وزير العدل او وزير الاعلام
او وزير الصناعه في حاجات كده ناقصه فتتغير، مش مشكله. واهم حاجه ان هي وزير العدل ووزير الشؤون القانونيه دول اللي هم ممكن يتغيروا اكيد. ليه بقى؟ المفروض ان حد مثلا زي النائب العام يطلع يمسك مثلا وزاره احدهم، يعني وزاره العدل او وزاره الشؤون القانونيه. ليه؟ عشان يجيب حد من القضاء يعرف ان 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 لازم يتغير. ما كانش يتغير برضاه هو اللي يغير نفسه، لان ما ينفعش يبقى النائب العام نائب لرئيس دوله، ولا مرسي ولا حسني مبارك ولا اي حد جاي. لازم يبقى نائب عام للشعب. ليه للشعب؟ عشان يجيب حق الشعب، لانه نائب عام للشعب. مرسي ما عملش حاجه، هو كل ما هنالك ان هو ظروفه مضغوط عليه، الحرب عاليه عليه من قضاء، من داخل الشرطه، من كل حته ضغط عليه، فهيعمل ايه؟ طيب انا لا افهم، يعني معلش يا استاذ ابراهيم، انا لا افهم، يعني الان انت هل تريد تغيير وزير العدل حتى ياتي يعني وزير عدل جديد فيقوم بتغيير النائب العام؟ لا، هو النائب العام هيجي طبعا القضاء نفسه. هيجي النائب العام عن طريق القضاء، ماشي، بس هيتحرى عن النائب الثلاثة اللي هم جايين، هل هم واحد منهم يصلح؟ هل هو تابع للنظام الجديد؟ هل هو وراه واخد أراضي، واخد فلوس، واخد أسور، واخد بلوى؟ طيب ما المشكلة أن يبقى مثلا وزير العدل وفي نفس الوقت كانت هناك مطالبات في الشارع بأن يكون هناك تغيير للنائب العام؟ هناك الآن قانون السلطة القضائية الذي من المفترض أن يمرر في مجلس الشورى، هل توافق على ذلك أيضا أم لا؟ أوافق. ليه أموافقش؟ ليه؟ لأن أوافق، لأن فعلا، وعلى فكرة هو القضاء بعد القانون ده كمان هيبقى فيه فساد. ليه؟ لأن النائب العام القاضي ابن قاضي مستشار، ووكيل النيابة ابن وكيل نيابة، والدنيا ماشية كده، فلازم تنضف ب 30 سنة. 30 سنة ابن المستشار مستشار، لازم ننضف، مش هننضف إلا كده. وبعدين هذا هذا مثلا رأيك فيما يخص وزارة العدل. فيما يخص مؤسسة الإعلام، يعني لماذا ترفض وزير الإعلام؟ وزير الإعلام صراحة هو رغم أنه هو أخواني، إنما هو برضو مش قادر، لأنه ما عرفش مهنيا مش شغال صح. ما الاعتراض يعني؟ ما الاعتراض عليه؟ أولا مش قادر يوفق بين الحدث والحقيقي، الحدث الحقيقي والحدث الفعلي، يعني اللي حاصل واللي مش حاصل، مش قادر يوفق بين هذا. وبعدين انا لا افهمك يا استاذ ابراهيم حضرتك، يعني ما هو وجه الاعتراض على وزير الاعلام مثلا؟ مؤسسته بقالها ب 30 سنه زي اي مؤسسه، زي وزاره القضاء، زي الشرطه، زي وزارته فيها رؤوس، هو مش عارف ينظف الرؤوس. طب إذا افترضنا هذا ربما يحدث في كثير من الوزارات الأخرى، لماذا تحديدا وزارة الإعلام أنت تعترض عليها؟ هل ما يأتي في الإعلام أنت غير راضي عنه، لذلك أنت تطالب يعني بوزير ربما أقوى يقيد من حرية الإعلام؟ لا مش كده حضرتك، أنا قصدي إن هو يغير الرؤوس اللي هي بتلعب في النظام، لان ان احنا نظامنا دلوقتي. اذا افترضنا هذا مطلوب في جميع مؤسسات الدوله، ليس فقط في وزاره العدل وفي وزاره الاعلام. حضرتك ايش يعني؟ طب انا ليه ما علقتش على وزير التموين؟ ليه ما علقتش؟ لان وزير التموين اساسا شغال صح بما يرضي ربنا، خلى اللي عايز ينهب قوت الناس، اعترضوا ما اعترضوش وقاموا ووقفوا، وفي الاخر هو اللي كلامه مشي. يا استاذ ابراهيم، هذا من وجهه نظرك انت، اما ازمه الخبز فهي موجوده ما زالت في الشارع، يعني انت ترى، يعني هذه هي وجهه نظرك انت، لكن ربما وجهه النظر الاخرى ترى عكس ذلك. حضرتك من الشعب وانا من الشعب، انت بتقولي العيش مشكلته لسه قائمه، انا بقول لك المشكله بدات على حل وعلى انظف. انا كنت بشتري الرغيف، اعوذ بالله، ما ينفعش تتفرجي عليه، مش تاكليه، تتفرجي. نعم. عليه. طيب في جميع الأحوال وجهة نظرك وصلت، شكرا جزيلا لك. أنا معي أستاذ إبراهيم من حلوان، معي أستاذ محمد عبد التواب من الفيوم، تفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا فندم حضرتك دلوقتي حاليا إحنا كشعب مصر
الاكثر منا يعني يحاول ينقلب مع الحقيقه، يعني يقلب الحقيقه، مع ان احنا دلوقتي كرئاسه الجمهوريه او حكومتنا لم تاخذ فرصتها. اولا بالنسبه لمصر، يحاربها الاعلام، يحاربها القضاء، يحاربها ايضا الشرطه. مع بعض الناس موجودة طبعا شرفاء لا ننكر حقهم، بس الأكثرية في فساد. أولا. ثانيا بالنسبة لنا احنا دلوقتي حاليا، أنا كرجل مواطن بيبقى ممكن عندي الخلفية السياسية ضعيفة. طب يا أستاذ محمد، يعني أنت تقول أن الشرطة والإعلام والقضاء يحاربون النظام؟ طبعا. من جاء يعني بكل يعني رؤوس كل هؤلاء الأشخاص على رأس تلك المؤسسات هي مؤسسة الرئاسة. يا فندم هقول لحضرتك على حاجة، ننظر إلى شيخنا الأستاذ طلعت عفيفي بيعمل إيه؟ الأستاذ باسم عودة بيعمل إيه؟ هؤلاء يعملون ولا ينظرون خلفهم، أما كرجل دلوقتي مسكت مؤسسة أضرب بيد من حديد على كل الفاسدين، وأنا أخشى إلا الله، ولكن في حالة محسوبية، في حالة والله خاطر فلان، في حالة لما وزارة الاستثمار تدي فرصة للإعلاميين علشان خاطر يبصوا خارج المكان، في نفس الوقت يحاربوا عالم. يا أختي هقول لحضرتك على حاجة، أنا أعلم والله عقيدتي مع الله سبحانه وتعالى ان كل ما يفعله الاعلام اللي هو خاصه خاص ان خيانة للدوله، ان الوقت افضح بلدي هننتكس هيحصل لنا كذا. يا جماعه ده بيحصل لنا يعني ضعف نفسي، حرب نفسيه على الشعب. لا يجب على هؤلاء ان يحاسبوا من الشعب قبل الرئاسه. انا لو واحد دلوقتي فاسد من بين 10 يهدم كتير، تخيل احنا دلوقتي لو 1000 في 100 فاسدين. لازم الشعب طيب نفسه. انت يعني انت تشيد ببعض الاسماء المحدده، ولكن في نفس الوقت هناك اتهامات لهذه الاسماء، فهي وجهات نظر. يعني فيما يخص دكتور طلعت عفيفي، ثم هناك ايضا اتهامات بان هناك اخوانا لهذه المؤسسه. لا هذا خطا اختي، اعلامي من كان على حق يقولون اخوانا او سلفنا. هذا غير صحيح. يجيبوا معلش سلبيه واحده، ياتوا بسلبيه واحده يا اختي. هم اتوا باسماء يا استاذ محمد. هم اتوا باسماء محدده، يعني أسماء هؤلاء تؤكد ان هناك يعني ربما اخوانا لوزاره الاوقاف. لا هذا خطا فادح. هقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي هقول لما قررت انا شخصيا انسان مسلم علشان اطلع المنبر معروف مثلا انا كان سلفي او خلو الكلام ده، كان ده خطا، الكلام ده خطا. لكن انا دلوقتي طلعت على المنبر، انا اعلم ان معظم الاوقات البعض طبعا كان شغال مع امن الدوله، في حاله لما اجي اختار واحد شريف يقول اخواني سلفي. انا عايز اعرف لما دلوقتي هقول كذبه بعض من كان في وزاره الاوقاف على الشاشات علنا قلتوا بالاسماء، اتوا مثلا بحوالي 80 واحد 60 واحد من وزاره كامله. سبحان الله، هو معنى كده انكم تقصونا خالص، مالناش في بال من بعض يا اختي. انتوا في بال ايه؟ ايه الاقصى ده؟ من ضعفاء الليبراليه والعلمانيه؟ والله العظيم هؤلاء لا يريدون راحه للشعب ولا راحه للبال. هؤلاء يريدون حربا نفسيه على الشعب لاجنده امريكيه. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا لك الفكره وصلت. كان معي استاذ محمد عبد التواب من الفيوم. مع اتصال اخر، معي أستاذ كارم أبو الخير من الجيزة. تفضل أستاذ كارم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. والله حضرتك أنا شايف أن التغيير الوزاري مش هو الحل. نعم. التغيير يكمن في هيكلة المصالح الحكومية، يعني ما حدش عايز يشتغل. نعم. ما حدش عايز يشتغل مع الحكومة ولا مع الرئيس. دلوقتي احنا كنا نسمع أن الضباط ولا أمناء الشرطة بيعملوا مظاهرات ولا مظاهرات فئوية. نعم. طب استاذ كارم، يعني بما انك يعني ليست مع فكره التغيير الوزاري، لكن على الجانب الاخر يعني هناك من يطالب بتغيير وزارات محدده، ما رايك في هذه المطالب؟ يعني وزاره الاعلام، وزاره العدل، لماذا تحديدا من وجهه نظرك؟ والله حضرتك هو وزير الاعلام مش قادر يسيطر على 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 مبنى التلفزيون اصلا، لان مبنى التلفزيون لحد دلوقتي في ناس لسه مواليه للنظام السابق للمخلوع مبارك. وبعدين حضرتك بيطلع كلمات، بعض الكلمات اللي المفروض ما تطلعش من وزير اعلام، من وزير. نعم. طيب فيما يخص وزاره العدل، والله وزاره العدل برضه حضرتك يعني في بعض القضاء اللي لازم يتغيروا، اللي هم برضه مبارك اللي هو المخلوع ده يعني ولي نعمته. نعم. بس حضرتك يعني انا شايف كده، لان في برضه بعض الناس اللي هي الديول اللي هي مواليه
للنظام السابق، واللي لحد دلوقتي 80% من كل المصالح الحكوميه اللي هي مواليه له. طب ولكن اذا قسنا على هذا، يعني ليس بالضروره فقط وزاره العدل ووزاره الاعلام، يعني هناك مؤسسات كثيره بها يعني الكثير الموالين للنظام السابق. في جميع الاحوال الوقت انتهى، اشكرك شكرا جزيلا. كان معي استاذ كارم ابو الخير من الجيزه. مشاهدينا الكرام، تواصلت معكم خلال الفتره السابقه لنستعرض ارائكم فيما يخص التعديل الوزاري الجديد وربما حركه المحافظين. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة سارة رأفت وموجز لأبرز وآخر الأخبار. إلى اللقاء.